السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني إخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتكلم على 4 نقاط مهمة جدا جدا، يعني جوني في الأسئلة، جوني 300 سؤال، وأنا اختصرت هذه الأسئلة على يعني 4 أو 5 نقاط سوف أتكلم عليهم في هذه الحلقة. يعني لازم نديروا هذه الحلقة براتيك بالصحة، بسوء الحظ ما عنديش الوقت بزاف، فبالتالي نتكلم على هذه النقاط بصفه عامه باش نعطي لكم بعض الحلول لهذه المشاكل. اذا النقطه الاولى اسباب خروج هواء حار من المكيف الهواء، النقطه الثانيه تكون ضعف التبريد وفصل الضغط او الكومبريسور، اسباب النقطه الثالثه اسباب التي تؤدي الى توقف الضغط او الكومبريسور، اذا النقطه الرابعه طريقه توصيل اسلاك المكيف الهواء، اذا والنقطه الخامسه والاخيره اللي هي ازاله المكيف دون فقدان الغاز ليكون داخل هذا المكيف. اذا يعني هذه هي الاسئله اللي جاتني يعني واحد 15 يوم الان، كما راكم على بالكم كامل يعني عندي واحد بعض المشاكل، فبالتالي ما نقدرش يعني نرد على الاسئله الخاصه بكم. حاولت ايضا باش ندير لكم المباشر او اللايف، فيعني بسوء الحظ كان النت ماشي مليح، فبالتالي قررت ندير لكم هذه الحلقه باش نرد على هذه الاسئله. اذا بدون اطاله نبدا في النقطه الاولى، اذا اسباب خروج هواء حار من المكيف. اذا يعني هذه الاسئله برسك يعني مرتبطه ما بينها. اذا اسباب خروج هواء حار او ساخن من مكيف الهواء، اذا السبب الاول يعني يكون المشكل في الكومبريسور، يعني يقدر هذا الكومبريسور ما يمشيش، او يعني يمشي ومن بعد يمشي شويه ومن بعد يحبس. اذا هذا هو المشكل الخاص لهذا الكومبريسور. اذا كيفاش نحلو هذا المشكل؟ يعني يقدر ما يمشيش كامل، اذا هذه الطريقه عندنا فيديوهات كيفاش نشوفوا يعني الكومبريسور الخاص بنا يمشي ولا ما يمشيش. اذا نشوفوا يعني النقاط اللي نقدر نشوفوهم باش نحلو هذا المشكل. اذا مثلا عندنا الكومبريسور الخاص بنا يمشي شويه ومن بعد يحبس، انتم لازم تشوفوا يعني كي يخرجكم دائما كي يشعلوا يعني مكيف الهواء الخاص بنا في يعني الدقائق الاولى او الثواني الاولى يعني يخرج الهواء يعني بارد، ثم بعد ذلك يولي سخون او حار. اذا في هذه الحاله يعني كان يمشي المكيف، عفوا كان يمشي هذا الضغط او هذا الكومبريسور الخاص بالمكيف بصح كي مشى بعض الثواني او بعض الدقائق يعني اطفى. اذا هذا المشكل اول شيء ربما يكون تراكم الاوساخ في القطع الخارجيه للمكيف الهواء، يعني لازم تفكوا يعني الغطاء الخارجي للقطعه الخارجيه، تنطويو هذا يعني القطعه الخارجيه باش يعني يكون يبرد هذا الكومبريسور. اذا السبب الثاني اللي سبنا يعني باش يحبس او يعني يتوقف هذا الكومبريسور او هذا الضغط الخاص للمكيف، يكون في بعض الاحيان الترموستا كليكسون صغير دارت عليه حلقه ايضا تلقاو. اذا يعني في كي نخلص هذه الحلقه ان شاء الله يعني نسيي نجمع لكم جميع فيديوهات اللي درتهم باش يعني تلقاو الحلول. اذا كما قلت لكم ربما يكون الترموستات كليكسون يكون فوق هذا يعني الكومبريسور، ربما يكون عيان ولا ما يمشيش خلاص. انتما اذا الان ندير لكم يعني لا فيديو كيفاش تفيريفيو الترموستات كليكسون يعني في هذا في الكومبريسور الخاص بنا. اذا النقطه الثالثه يعني السبب الثالث ربما يكون نقص الغاز للمكيف، عفوا ايضا يقدر يدير لنا هذا المشكل بصح كي تشعل الكليماتيزور الخاص بك ديريكتومون يعني في الثواني الاولى يخرج يعني هواء ساخن او حار من المكيف الخاص بك، وايضا كي تشعل الكليماتيزور الخاص بك يبدا يعني يخرج هذا يعني الهواء الساخن بعض الدقائق او الثواني تلقاو يعني الثلج في الانابيب الخارجيه في القطعه الخارجيه. ايضا ربما يكون خلل او سبب يعني لهذا المشكل يكون
الإرخاء يعني الموفي سيراج في الأسلاك الكهربائية للقطاع الخارجية والقطاع الداخلية. أنتم يعني تشوفوا تسيريو كامل الأسلاك الخاصة لهذا يعني الكمبريسور الخاص بكم، ويعني نحيو لا بلاكا بور وين يكونوا الاسلاك تاع القطعة الخارجية والقطعة الداخلية، نشوفوا هل يعني الاسلاك يعني كامل ملاح. والسبب يعني الاخر اللي يعني يخرجنا هذا ايضا ربما يكون النقص في الكهرباء، يعني كي يكون نقص في الكهرباء فبالتالي يكون مشكل في الكومبريسور الخاص بنا، ف يعني ما يبدش الكفاءة الخاصة به كامل، فبالتالي حصلنا هذا المشكل. إذن هذا فيما يخص النقطة الأولى، يعني أسباب خروج هواء حار أو سخين من مكيف الهواء. إذن الآن نروح إلى النقطة الثانية اللي هي ضعف التبريد وفصل الضغط، عفوا. إذن ضعف التبريد وفصل المكيف. إذن الحاجة الأولى كامل اللي نديروها كي يعني يصرنا هذا المشكل، اول شيء لازم نيتوايو الفلتر الخاصة بنا، يعني ننظفوا الفلتر في اللي يكونوا داخل القطعة يعني الداخلية. يعني درنا حلقة طريقة تنظيف يعني الفلتر او يعني بتاع القطعة الداخلية. اذا هذه يعني النقطة الاولى. والنقطة الثانية تروحوا إلى القطعة الخارجية تشوفوا هل المكيف عفوا هل مروحة التبريد في القطعة الخارجية هل تمشي ولا ما تمشيش، لأن اللي يقدر يصرنا هذا المشكل في بعض الأحيان لأنها يعني تمشي غير بالعقل برك، فبالتالي يسخن الكمبريسور يطفى وحده حتى وين يعني يبردها أيضا، يعني يبرد غير بالعقل هذا المروحة تبرد غير بالعقل، هل الكمبريسور يعني يولي يشعل شوية ومن بعد يولي يطفى أيضا، فبالتالي يعني يصرنا هذا المشكل يعني يكون ضعف التبريد. وأيضا واش ايضا يسببنا هذا ضعف التبريد، يسببنا هذا ضعف التبريد نقص الغاز في المكيف الهواء الخاص بنا. ايضا هذا يعني الاعراض اللي نشوفوهم في نقص الغاز عادة دائما نشوفوا الثلج في الانابيب اللي يكونوا في القطعة الخارجية، وفي بعض الاحيان ايضا نشوفوا الثلج في داخل القطعة الداخلية وين يكونوا اللي فلتر في القطعة الداخلية تاع المكيف الخاص بنا. اذا ايضا دائما نشوفوا الاسلاك الخاص بنا. والسبب هذا السبب يعني كل ما يقول لي واحد يعني عندي مشكل في ضعف التبريد نروح يعني نشوف هذا المشكل، ناخذ يعني جهاز قياسات الكهرباء الخاص بي نلقى دائما نقص في الكهرباء. مثلا المكيف الخاص بنا يمشي ب 220 فولت، انا نلقى 170 ولا 160 فولت، اذا هذا المشكل عاده ما يكون. يقول لك مثلا الصباح كان يمشي نورمال ومن بعد كي توصل مثلا 5 تاع العشيه يعني ينقص في التبريد الخاص به، لاننا يعني على الساعه 5 تاع العشيه الناس كامل يدخلوا للديار تاعهم، فبالتالي تحدث يعني نقص الفولتيه او لاشيت دو طونسيون اللي يخلينا يعني الكومبريسور ولا المكيف الخاص بنا يعني يكون الضعف في التبريد. وايضا في بعض الاحيان فصل المكيف، يعني قلنا ضعف التبريد وفصل المكيف، يعني هذا المشكل ايضا يقدر يفصلنا المكيف الخاص بنا، لان كي تكون يعني نقص عفوا على بالكم هذا ماشي وين نقصد، كي يكون يعني كي تكون السخانه مليح يعني عندنا مثلا مروحه التبريد في القطعه الخارجيه ما تمشيش مليح، يعني يوقعنا المشكل في يعني تكون السخانه، فبالتالي هذا الترموستات كليكسون يعني كيسخن مليح يفصلنا المكيف الخاص بنا او الضغط الخاص بنا، يوقعنا هذا المشكل. وايضا تكون في بعض الاحيان يعني كي تكون المروحه يعني ما تمشيش مليح ربما يكون المشكل في الكاباسيتور او المكثفه، اذا تقدروا تبدلوا هذه المكثفه برك يعني تحلوا هذا المشكل. اذا باش برك يعني كي تكلموا على هذا
ضعف التبريد. اذا قلنا النقطه الاولى لازم نيتوايو لي فيلتر اول شيء. الحاجه الثانيه نفيريفيو الكاباسيتور او المكثفه تاع المروحه في القطعه الخارجيه، وايضا نيتوايو ولا ننظفوا القطعه الداخليه والخارجيه ايضا. نشوفوا نفيريفيو ايضا الفولتيه هل يعني مليحه ولا ماشي مليحه. اذا وايضا نشوفوا الانابيب الخاصه بنا هل يعني كاين فيه الثلج ولا ما فيهوش الثلج. يعني اذا باش نكونوا على بالنا بلي يعني يكون نقص الغاز ولا لا. اذا هذا فيما يخص النقطه الثانيه. اذا نروحوا النقطه الثالثه، الاسباب التي تؤدي الى توقيف الضغط او الكمبريسور الخاص بنا. يعني في بعض الاحيان يتوقف الكمبريسور الخاص بنا. اذا يعني هذه الاسئله كامل يعني تشبه ما بين بعضها البعض. اذا اول شيء الاسباب التي تؤدي الى توقيف الضغط، اول شيء ربما يكون ضعف الفولتيه. ضعف الفولتيه ايضا ما تكلمتش مليح عليها. ربما انت استعملت مثلا الكليماتيزور الخاص بك، استعملت الديامتر تاع السلك الكهربائي 1.5، انت لازم تستعمل اوموا يعني 2.5 ملم او 4 ملم. من المستحسن دائما دير 4 ملم للكليماتيزور الخاص بك. اذا هذا السبب الاول اللي خلينا يعني الاسلاك كيكونوا يعني رقاق، يعني توقع السخانه فبالتالي يفصل. اذا السبب الثاني اللي تؤدي الى فصل يعني الضغط او يعني توقف الكمبريسور الخاص بنا الترموستاكليكسون. السبب الثالث ضعف في المروحه، يعني كيكون الكاباسيتور عيان ولا كاين مشكله في المروحه يعني. او ايضا دائما لازم نيتواياج دائما يكون يعني تنظيف القطعه الخارجيه، رغم ان يعني المروحه تمشي مليح بصح كيكونوا الاوساخ في القطعه الخارجيه يعني ما تبينش مليح التبريد لهذا يعني الكومبريسور فبالتالي يفصل. اذا هذو هما هذه فيما يخص يعني اسباب التي تؤدي الى توقيف الضغط او الكومبريسور الخاص بنا. نروح الى النقطه الرابعه، توصيل اسلاك المكيفه. يعني حاجه سهله بزاف بزاف، درت عليه ايضا حلقه ان شاء الله ندير لكم نحوس على حلقات يعني اللي تقدر تحلنا جميع هذه المشاكل، نديرهم تحت هذا الفيديو باش يعني تقدروا تستفدوا بشكل عملي. يعني درت هذه الحلقات بشكل عملي، ندير لكم رابط تحت هذا الفيديو برك تشوفوه. اذا طريقه توصيل اسلاك المكيف الهواء، اذا انتم تشوفوا القطعه الداخليه والقطعه الخارجيه. دائما في بعض الاحيان يكون 5 ولا 4 اسلاك. اذا تلقاو في القطعه الخارجيه مثلا 1 2 3، تلقى في القطعه الداخليه 1 2 3. انت واش دير؟ تجيب واحد في القطعه الداخليه، يعني تربط السلك في القطعه الداخليه في رقم 1 يعني القطب رقم 1، تروح الى قطب رقم 1 في القطعه الخارجيه. يعني رقم 1 تاع القطعه الداخليه يكون مربوط مع قطب ورقم 1 في القطعه الخارجيه، قطب رقم 2 من القطعه الداخليه يكون مربوط او متوصل مع النقطه او القطب رقم 2 في القطعه الخارجيه. ايضا في بعض الاحيان نلقاو الان والال، الان والال، ايضا الان يروح الان، الان يروح الان. وايضا نلقاو في بعض الاحيان الرمز تاع لا ميزالاتير. اذا انت تجيب ديريكتومون السلك اللي يكون في لا ميزالاتير، يعني اللي يكون فيها هذا الرمز في القطعة الداخلية، يروح إلى القطعة الخارجية وإن كان هذا الرمز أيضا. إذا هذا فيما يخص النقطة الرابعة، يعني طريقة توصيل الأسلاك المكيف، يعني حاجة سهلة بزاف بزاف. أيضا ندير يعني نخليكم رابط هذا الفيديو تحت هذا الفيديو أيضا. إذا نروح إلى النقطة الخامسة والأخيرة لهذه الحلقة، إزالة المكيف دون فقدان الغاز. يعني كاين بزاف الاخوان اللي يحبوا يعني ينحيوا المكيف الخاص بهم باش مثلا يبدلوا له بلاصه. مثلا عندي في الشومبرا رقم 1 حبيت ننقل هذا الشومبرا، ولا حبيت نروح ديريكتومون من هذا المنزل يعني نبدل هذا المكيف الهواء الى المنزل واحد اخر، فبالتالي لازم اللي نحي هذا المكيف ونخلي الغاز، يعني باش ما نضيعش الغاز اللي كان داخل هذا المكيف باش يعني كي
مونتيه في الدار الجديده ولا في البيت الجديد يعني يمشي ديريكتومون. اذا طريقه ازاله مكيف الهواء دون فقدان الغاز طريقه سهله بزاف بزاف. درت ايضا لا فيديو القوه رابط اسفل هذا الفيديو ان شاء الله. اذا بصح الان نكلمكم كيفاش يعني ديروا هذه الطريقه اذا بسهوله جدا جدا. اذا انتم تلقاو انبوب رقيق في ارتفاعات خارجيه والانبوب الاخر يعني اكثر من هذا الانبوب الرقيق شويه. اذا انتم واش ديروا؟ اول شيء انتم تروحوا انبوب هذا الرقيق يعني اللي يخرج فيه الغاز او يعني لو ريفولمون تاع هذه القطعات الخارجيه تخليوها يعني مفتوح. انتم يعني تغطوا لافانات تاع وين يكون هذا الانبوب يعني الكبير شويه. اذا تروحوا تشعلوا الكليماتيزور الخاص بكم او المكيف الخاص بكم تشعلوه من 30 ثانيه حتى الى 60 ثانيه او اكثر شويه، ولا تسمعوا يعني القطعه الخارجيه تاعكم يعني بدلت الصوت. ثم بعد ذلك تروحوا تفيرميو لافانات الكبيره، ثم تروحوا يعني توقفوا الكليماتيزور او المكيف الخاص بكم، تروحوا تنحيوا الكليماتيزور الخاص بكم. يعني في هذه الحاله جمعتوا الغاز التبريد الخاص بكم داخل القطعه الخارجيه. اذا نكتفي بهذا. الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اتمنى انني وفقت في الشرح. اذا لديكم اي سؤال هنا تحت هذا الفيديو ان شاء الله نجاوبكم. سمحوا لي ايضا يعني عندي بزاف يعني الاسئله ما جاوبتش عليها فيما يخص الكهرباء الى اخره. هذه برك بما انها جات في فصل الصيف على بالي بلي يحتاج الناس كامل لهذه يعني الاسئله. كما قلت لكم عندي واحد 15 يوم جاتني اكثر من 300 سؤال حول هذا الموضوع، فبالتالي قررت ندير هذه الحلقه. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.